حاليا نازحين في مراكز الإيواء في داخل مدينة دير البلح. فرقة أصايل للفنون تأسست عام 2011 في خلال الحرب على غزة. بنعمل تدريبات للأطفال. تأثير الفنون الفلسطينية بشكل عام على الأطفال تأثير إيجابي جدا لعدة أسباب. أولها وسيلة للتفريغ النفسي للأطفال، وإحنا بنعرف قديش في كبت عند الأطفال اكتسبوه من خلال ضجيج الطائرات والصواريخ والحرب، قديش أثرت على نفسيتهم. بفرغوا الطاقة السلبية، بتعرفوا أكثر على إيجابيات الدبكة الفلسطينية، التراث الفلسطيني، الموروث الثقافي اللي إحنا بننقله بصورة صحيحة للأطفال. قدام رجع هي هلا. إنه الدبكة هي سلتنا، صرنا ندبك يعني شوي حلتنا نرتاح من القصف والأشياء هاي يعني. الحمد لله قبل كنا حزينين شوي. الكل بتمنى إنه يروع داره. بنبسط كثير على فكرة، لأن أنا من وأنا طفلة بتمنى إن أكون يعني أعرف أدبك. لما إجوا تابعين الدبكة علمونا كثير أشياء. إحنا بنفرغ طاقتنا بالدبكة، والدبكة يعني بتخلينا ننسى الحرب وننسى القصف. أنا بتسلى، بس فيش حد أحلى منه نرجع لبيوتنا. كنا على أمل يعني كل يوم إنه نرجع لبيوتنا، بس بعد 7 شهور خلص تحطم أملنا. معروفة دبكتنا الفلسطينية مؤثرة بشكل كبير كبير على كل الطبقات، وموجودة في كل الأوقات وكل الأزمان. حتى في ظل هذا الحرب موجود الدبكة الفلسطينية، سلاح بنقاوم فيه الاحتلال من خلال دبكتنا وتراثنا الفلسطيني.